عظم طلاب العلم الأدب فيه ورث تعظيم العلم في قلوب العامة. أما العامي الذي يمر بحلقة من حلق العلم فيرى أحدهم فاغرا فاه متكئا على عمود مرسلا قدميه واضعا كتابه على الأرض يحرك جواله، فأي عظمة تكون للعلم إذا كان هذا ممثلا مشهدا من مشاهد طلاب العلم؟ فإذا كانت هذه حال منتسب للعلم فلن يوجد في قلب العامة إعظامه وإجلاله، كما أنه لن يوجد في قلب هذا العلم العلم البتة، لأن العلم لا يكون إلا في قلب مقبل عليه معظم له، ومن تعظيمه حسن التأدب فيه. ولا يراد بهذا الأدب حفظ حق للمتكلم في العلم، ولكن المراد بهذا حفظ حق الشريعة في أدب العلم.